سلمى، إنه نفقد الإرادة بالحياة هو النقص الحقيقي يلي ممكن يصيبنا، فالعقل، الطموح والإبداع هنن الوجود والاستمرارية. وباليوم العالمي لذوي الإعاقة الخاصة، نماذج كثيرة أثبتت بأنه الجسد لا يمكن أن يوقف أمام طريقنا وطموحنا بهذه الحياة. أكيد سالي، لحتى تتحقق هالمعادلة ابتدى مشوار منظمة أمال بعام 2002 بمجال الدعم وإعادة تأهيل الأطفال من ذوي الإعاقة الخاصة. اليوم المشروع كبر وقدر يكون نقطة البداية لحياة سليمة بالعقل والروح. أكيد بمساحتنا الصباحية لليوم رح نحكي أكثر عن أبرز الخطوات يلي اتخذتها منظمة أمال خلال السنوات الماضية مع ضيفتنا بشرى عويجان، اختصاصية في التربية الخاصة بمنظمة أمال. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح الخير أكيد وصباح الأمل. بداية خلينا نحكي عن الطموح. نحن كان بالمقدمة بدايتنا هو الطموح، وأكيد الطموح موجود لمنظمة أمال. خلينا نحكي عن الطموح من البداية ولوين عم بيوصل. للحقيقة من بداية عمل آمال لحد الآن كل الأعمال اللي هي قامت فيها بتنصب لتحقيق الغاية الأساسية لعمل منظمة آمال، واللي هي توفير حياة مليئة بالفرص العادلة للأشخاص ذوي الإعاقة. فمنظمة آمال بتعمل لتوفير البيئة الآمنة للأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير التأهيل لحتى هن يكونوا قادرين يكونوا أشخاص فاعلين بالمجتمع ويقدروا يكونوا مستقلين بمختلف جوانب الحياة. فبتقدم منظمة آمال مجموعة من البرامج التدريب عملية للأشخاص العاملين بمجال الإعاقة، بالإضافة بالتوازي مع هذا الدور أعمال بتسعى لتعزز دورها وتوسعه ضمن الجامعات السورية من خلال البرامج الأكاديمية. فبتسعى أنه تطور اختصاص التربية الخاصة والعلوم الصحية بالإضافة لعلوم إعادة التأهيل بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات الأكاديمية الدولية. أكيد يعني بشرى، من بداية أمال كان في عندكم مشروع خاص أيضا للعمل مع الأخصائيين وتعليمهم تأهيلهم ورفضهم، خلينا نقول بكل المعلومات والجديد بالعلم، لا يواكبوا ويقدروا يكونوا على قدر من تحمل هالمسؤولية الكبيرة والتعامل مع ذوي الإعاقة الخاصة. خلينا نحكي عن أهم البرامج اللي اشتغلت عليها أمال بهذا المجال. للحقيقة من بداية عمل أمال ولحد 2007، بداية عام 2007 كان في 198 خريج من برامج الماجستير اللي هي أقامتها أمال. وخلال هاي السنوات كانت أمال عم تعمل أنه دخل اختصاصات جديدة على البلد. فمثلا اليوم رح يكون في تخريج للدفعة الأولى من ماجستير النفسي حركي اللي هو اختصاص جديد بالبلد. وللحقيقة أمال اختارت هذا البرنامج ليدعم فئات من بالمجتمع هي بحاجة لهذا الاختصاص. فمثلا الخريجين من هذا البرنامج رح يكونوا قادرين يقدموا الخدمة لشريحة واسعة من الأشخاص، سواء من الأطفال ذوي الإعاقة أو الأشخاص اللي هن مصابين حرب أو الأطفال اللي عندهم صعوبات تعلم أو اللي تعرضوا لإصابات أثناء الولادة كالمواليد الخدج اللي صار عندهم اضطرابات أثرت على حركتهم. فالحقيقة هذا الاختصاص هو رح يتوجه لشريحة واسعة من المجتمع. فخلال عمل آمال كانت دائما عم تستقطب أو تقيم الماجستيرات اللي هي نابعة من حاجة المجتمع لإلها. نعم، يعني بشرى دائما منظمة آمال من البداية كان في جهود كبيرة تبذل لصقل خبرات الكوادر اللي هي الأهم، اللي هي عم تأهل ذوي الإعاقة الخاصة. خلينا نحكي شوي عن برنامج اللي بتتبعوه مع هيدي الكوادر، قديش مهم كتير لأنه هن بالنهاية عم يتعاملوا مع فئة ذكية كتير وبنفس الوقت إلى شيء معين يتعاملوا معه فيه. للحقيقة هذا جانب تاني كمان من الجوانب اللي بتشتغل عليها آمال. فكمان هي بتوفر التأهيل والتدريب للأخصائيين اللي بيشتغلوا ضمن المنظمة لحتى يكونوا قادرين يقدموا الخدمة بطريقة فعالي للأشخاص ذوي الإعاقة. فنحن ككادر موجود ضمن أمال دائما بنخضع لدورات تدريبية على برامج بتساعدنا نحن نقدم الخدمة بطريقة فعالة لهيدول الفئة من الأشخاص، وبنفس الوقت بتساعدنا كمان نقدم التدريبات العملية للأشخاص اللي هن بيشتغلوا ضمن هذا المجال. تمام. طيب يمكن اختصاصات متعددة، قلتي رح يكون في تخريج قريبا لدفعة جديدة، نحكي عن أهم الاختصاصات يلي اشتغلتوا عليها، قديش عددها وشو الجديد كمان؟
اشتغلت أعمال مجموعة من البرامج، منها برنامج التربية الخاصة، فكان لها خريجين بمجال ماجستير التربية الخاصة، بالإضافة للخريجين من ماجستير اضطرابات الكلام واللغة. كمان اليوم رح يكون في تخريج لدفعة جديدة، بالإضافة لماجستير النفسي حركي اللي هو اختصاص جديد، اليوم رح يكون تخريج الدفعة الأولى من الأشخاص. تمام، يعني دائما لمنظمة آمال العديد من المراكز التدريب والتأهيل. خبرينا شوي عنها وعن الخدمات المتاحة واللي كمان قابلة لأنه تكون موجودة بالفترة المقبلة. الحقيقة ضمن منظمة أعمال في مجموعة من المراكز، منها مركز التوحد، مركز الإعاقة السمعية، مركز اضطرابات الكلام واللغة، مركز الاستقصاءات السمعية، بالإضافة لقسم البرامج الأكاديمية. كل مركز من هدول المراكز له مجموعة من الخدمات اللي هو بيقدمها. فمثلا ضمن مركز التوحد بتتقدم خدمة الكشف المبكر عن وجود اضطراب التوحد، كمان بتتقدم خدمة التشخيص اللي هي بتتميز أعمال إنه بتقدم هاي الخدمة بشكل مجاني طيلة العام، ومن قبل فريق هو متعدد التخصصات، بيتضمن اختصاصي تربية خاصة، اختصاصي باضطراب الكلمات واللغة، بالإضافة لطبيب عصبية أطفال، طبيب نفسية، واختصاصي بالاستقصاءات السمعية. كمان بيقدم هاي المركز خدمة التأهيل اللي هو بينقسم لجانبين، جانب التدخل المبكر اللي هو بيتقدم فيه الخدمة للأطفال اللي عمرهم أقل من 3 سنين وأظهروا مؤشرات توحد، أو خدمة التأهيل للأطفال اللي هن أكبر من 3 سنين بيخضعوا كمان لنظام تأهيل عنا ضمن صفوف هي مخصصة لهم ومنظمة بطريقة تقدم لهم الخدمة بطريقة تكون فعالة. بالإضافة بيقدم المركز خدمة التدريب للطلاب اللي هن ضمن الجامعة، فبيقدم لهم الفرصة ليتدربوا بشكل عملي مع الأطفال. كمان بيقدم لهم الفرصة للطلاب اللي هن عم يعملوا أبحاث علمية أنهم يطبقوا هاي الأبحاث ضمن المركز عنا. بالإضافة لدور هاي المركز كمان بالتدريبات الخارجية للأشخاص اللي هن بدهم يشتغلوا ضمن مجال التربية الخاصة والتوحد، فنحن كمان بنقدم لهم مجموعة من التدريبات عبر برامج هي متخصصة للعمل مع هاي الفئة من الأطفال. كمان بالنسبة لمركز الإعاقة السمعية، كمان هو بيقدم خدمة الكشف المبكر وخدمة التأهيل للأطفال ضمن المركز اللي هو مثل أشبه بمدرسة الإعاقة السمعية، مقسم لمجموعة من الصفوف، كمان الأطفال بيتلقوا فيها الخدمة اللي بتكون مناسبة لهم. كمان قسم اضطراب الكلام واللغة هو القسم كمان اللي بيقدم خدمة الكشف عن وجود مشاكل لغوية أو اضطرابات، وبيقدم كمان التأهيل. قسم الاستقصاءات السمعية اللي هو بيقدم خدمة المسح السمعي والفحوصات السمعية بالاستناد لمجموعة من الأجهزة اللي هي حديثة، بالإضافة كمان قسم البرامج الأكاديمية اللي هو القسم المسؤول عن البرامج الأكاديمية مثل برامج الماجستير اللي هي رح يتخرج منها اليوم دفعتين، بالإضافة كمان هو القسم المسؤول عن تنمية الكادر اللي موجود ضمن أعمال، هو القسم اللي بيجيب لنا الدورات التدريبية وبيدربنا على البرامج اللي بتساعدنا نشتغل بطريقة فعالة مع الأطفال. طيب بشرى، خلينا نحكي عن تواجدكم بالمحافظات، شو المحافظات اللي متواجد فيها أعمال، وأيضا يمكن شي مشروع عم تشتغلوا فيه باللاذقية حاليا؟ حاليا أمال إلى تواجد باللاذقية من خلال مركز اضطراب الكلام واللغة. هاي المركز عم يحاول يغطي المنطقة الساحلية من خلال مجموعة من المسوحات السمعية اللي تمت بالمنطقة الساحلية من على طول مدار العام. بالإضافة بيقدم خدمة التأهيل للأطفال اللي عندهم اضطراب بالكلام واللغة، وفي مركز الاستقصاءات السمعية كمان حاليا صارت خدمة زراعة الحلزون للأشخاص اللي هن مؤهلين متوفرة ضمن مركز اللاذقية. تمام، يعني دائما لازم تثمر، يعني خلينا نحكي كيفية التعامل مع أطفال ذوي الإعاقة الخاصة. للحقيقة أمال مثل أي منظمة أو مؤسسة ما بتقدر تشتغل لحالها، فاللي عم نسعى نشتغله حاليا هو أنه نشبك أكثر مع المؤسسات المحلية ومع الوزارات لحتى نسهل دمج هيدول الأطفال ضمن المجتمع. واللي تطور عبر هاي السنين أنه من خلال أنشطتنا نحن صرنا نقدر نفهم الأطفال أكثر. فالسنة كمان أمال أطلقت المخيم الصيفي للسنة الثانية على التوالي، فهذا النوع من الأنشطة خلانا نفهم الأطفال أكثر، نعرف احتياجاتهم، نقاط القوة، نقاط الضعف عندهم، احتياجات الأسر. وللحقيقة كمان إدخال التخصصات الجديدة على البلد ساعدنا أكثر أنه نحن نفهم هيدول الأطفال أو نشوفهم من زاوية ثانية، بشكل أنه نحن نحاول نقدم لهم الخدمة اللي بتكون فعالة قدر الإمكان لإلهم. طيب بشرى، خلينا نحكي عن الجزء كمان اللي بيختص بالأهل. يمكن
التعامل مع الأطفال ذوي الإعاقة جزء كبير منه الدعم الأساسي فيه الأهل. طبعا. أمال تميزت أنه هي بتدمج الأهل بكل التدريبات، يمكن بتخليهم يدخلوا بالموضوع لأنه جزء كبير ملقى عليهم بالأخير. نحكي عن هاي البرامج. الأهل هن رفيقنا بكل خطوة طبعا. نحن بنخطيها من الكشف المبكر للتأهيل. فمثلا الأطفال اللي هن عندهم اضطراب التوحد أكيد هن بياخذوا التأهيل اللي مختص لهم، بس بالإضافة بيكون نحن عندنا برنامج تدريبي للأسرة لحتى هي تقدر تتعامل مع ابنها، لأنه مثل ما بنعرف الولد وحده ما بتسأل تمام، والولد هو متواجد بالبيت لفترة أطول. فنحن كمان الأم بتحضر مع ابنها بالتأهيل وبتتعلم أكثر كمان كيف هي تشوف نقاط القوة ونقاط الضعف عند ابنها وتحاول تشتغل عليها وتطورها. فعنا برامج هي بتكون متخصصة للأهل. تمام، خلينا نحكي عن النسبة شوي، قديش نسبة الحالات يلي تم تأهيلها يلي قدرتوا طبعا يتم دمجها مع المجتمع وحتى مع أهلها؟ لحدود عام 2017 بداية 2017 كان في 33 ألف مستفيد من خدمات آمال. وللحقيقة هون إذا بدنا نحكي عن فاعلية الخدمة كمان بدنا نحكي بطريقة فردية، يعني أنا اللي الهدف اللي بحطه لطفل هو مختلف عن طفل تاني. يعني في طفل أنا بيكون بدي إياه بس هو يستقل بالحياة، طفل تاني بيكون هدفي معه هو الدمج الأكاديمي. هو للطفل وحسب درجة وشدة الإعاقة اللي هي موجودة عنده. صحيح. أكيد، يعني مثل ما حكينا برامج متعددة، يمكن أقسام متعددة أمال عم تسعى دائما أن تقدم من خلالها الخدمات. بختام حديثنا شو تحبي توجهي كلمة يمكن لكل الأهل يلي عم بيتابعونا وللي هن أكيد النواة الأولى لحتى نوصل بكل طفل عنده إعاقة لبر الأمان؟ بالدرجة الأولى بدي أرجع أذكر بأهمية الكشف المبكر. فمجرد الأهل حسوا أنه ابنهم مختلف شوي عن الأطفال اللي هن بعمره لا يترددوا أبداً أنهم يتوجهوا لآمال، لأنه مثل ما بنعرف كل ما كان الكشف أبكر عن وجود مشكلة أو إعاقة كل ما كان التدخل فعال أكثر ونتيجة التدخل بتكون أسرع. أكيد. تمام، يعني بدنا نشكر وجودك معنا وإن شاء الله يا رب تحققوا وبتوصلوا لجميع أهدافكم. طبعا الأهداف نبيلة هي دائما عنواننا نحن كسوريين، وشكرا كثير لك. شكرا لكم، شكرا لوجودك معنا. شكراً.